مساء الخير حبايبي، واهلا وسهلا فيكم. رجعت لكم انا مرام اليوم بفيديو جديد وبماسك جديد. ان شاء الله تكونوا بالف خير. طبعا الماسك تبعنا لليوم هو لنعالج حب الشباب بطريقه طبيعيه بماسك ما بياخذ بتحضيره من غير دقيقتين، ومكوناته كلها موجوده بالبيت. طبعا احنا هاي اول مره بنعمل ماسك لحب الشباب، عملنا كذا واحد قبل بس هذا مخصص للبشره الحساسه، لانه اصحاب البشره الحساسه ما بيقدروا يستعملوا اي ماسك، بدهم ماسك خاص فيهم لحتى ما تتهيج البشره وتتحسس. طبعا كمان ماسك او استعمال زيت الشاي لحب الشباب مناسب للبشره الحساسه، ما في مشكله، ما بيأذيها لو استعملنا بالمقادير الصح، بالمقادير اللي حكينا عنها بالفيديو. فانا رح اترك لكم اياه بنهايه هذا الفيديو لو حابين تشوفوه كمان. اما عن الماسك تبع اليوم، خلونا نبدا فوراً فيه مشان ما نطول الفيديو. بالبدايه رح نحتاج نشا، نشا الذره العادي الموجود بكل بيت، ورح نحتاج مع النشا ميه ورد. رح نعجنهم مع بعض لحتى يطلع عندي عجين، ونحطه بفرده على الوش. تقريبا رح استعمل هذا الماسك مرتين باليوم، مرة الصبح ومرة بالنهار، كل مرة بتركه على الوش بعد ما اكون انا غسلته ونظفته لوشي، بحطه عليه بتركه لحتى بنشف وبشيله، وبرجع بستعمل كمان مرة ثانية بنفس النهار هيك لحتى تحصلوا على النتيجة اللي انتو بدكن اياها. طبعا رح نحكي بس شوي عن فوائد النشا، مثل ما انا دايما بحب احكي لكم عن فائدة اي شيء بيدخل بالماسك تبعنا لحتى تعرفوا انتو شو عم تعملوا وليش هذا المكون. النشا هو مقشر، بيقشر حبوب الشباب من الشفا، كمان بيشد الجلد، بيضيق المسامل المفتوحة يلي ممكن تعمل تراكم للجراثيم والبكتيريا والوسخ، وبالتالي بتأدي لحب الشباب، وبينظف الوجه كتير منيح، واهم شيء انه بيخلص البشرة من الجراثيم والبكتيريا اللي بتسبب حب الشباب، بيخلصها من حب الشباب من الندبات والآثار يلي بتركها حب الشباب. واذا حسيتوا بعد ما تستعملوا هالماسك انه بشرتكم صارت ابيض، لا تستغربوا ابدا، انه النشا بيبيض البشرة كمان، يعني هي وحدة من ميزاته. اوكي، هذا الماسك تبعنا لليوم، بتمنى تجربوه وتعطوني رايكم. اذا عجبكم الفيديو بتمنى تعملوا له لايك وتشيروا لتعمل فائدة، وتابعونا على انستغرام فيسبوك، وزوروا موقعنا الالكتروني، واهم شيء ما تترددوا ابدا تعملوا سبسكرايب للقناة لحتى نلتقى دائما بفيديوهات جديدة. بشوفكم على خير، باي.